خير مشاهدي الكرام في هذا الصباح اللي يتجدد فيه كل ما يحمل لنا من أمل وتفاؤل وسعادة وإيجابية ونجاح. أكيد هذا الصباح المميز والجميل لأن ننقل لكم صباح الشرقية ونبث لكم من هذه المدينة الساحرة والجميلة مدينة خرفكان. هذه المدينة اللي تتميز بطبيعتها الخلابة من إطلالة ساحلية على بحر خليج عمان، أيضا الجبال الجميلة والطبيعة الخضراء الجميلة. لذلك اليوم صباحنا مميز، فأجدد لكم التحية مشاهدينا وأصبح على زميلي يعقوب. صبحت الله بالخير يعقوب. صبحت الله بالخير مريم، يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الشرقية. مثل ما عودناكم مشاهدينا الكرام ان كل يوم احد نكون في منطقة من مناطق المنطقة الشرقية. طبعا خرفكان جدا جميلة عائشة، او عفوا مريم، دائما خلينا نقول مدينة هذه هادئة نوعا ما، دائما اللي يحب طبيعتها يكون جدا جميلة. نعم، يحب مثلا خلينا نقول استجمام ياتي الى مدينة خرفكان. اكيد اللي يبغى يبتعد عن صخب الحياة ومشاكل الحياة وضغوطات الحياة يتجه لمدينة خرفكان او المنطقة الشرقية بشكل عام. منطقة هادية جميلة. نعم. وجميل انه يعقوب نبدا صباحنا اليوم مدينة خرفكان هذه الاطلالة الجميلة. صحيح. البحر، امواج البحر، الهواء النقي، الطبيعة الخضراء، هذه بحد ذاتها ايجابية يعني في هذا الصباح الجميل. نعم صحيح، وتبث فينا خلينا نقول روح التفاؤل وروح الأمل، خصوصا احنا في بداية خلينا نقول اسبوع جديد من حياتنا، فدائما مشاهدينا الكرام تفائلوا بحياتكم. اكيد طبعا من هذه الجرعة الإيجابية الصباحية يعقوب خلينا نعرف مشاهدينا على اهم العناوين اللي راح نتناولها في حلقتنا لهذا الصباح. السعادة الأسرية وكيفية الوصول إليها والمحافظة عليها. جائزة الشارقة للعمل التطوعي ترتقي بالأعمال التطوعية. القافلة الوردية تصل إلى مدينة كلبا. طبعا كانت هذه عناوين حلقتنا اللي راح اليوم نتناولها إن شاء الله في الحلقة يعقوب. نعم صحيح، والحين مبدأ أخبارنا دائما متعودين ومعودين مشاهدين الكرام أن نبدأ حلقتنا بأهم الأخبار المحلية سواء كانت الرياضية أو المحلية. أيضا الخبر الأول من جريدة أو صحيفة الخليج مشاهدين الكرام، مشروعات جديدة لتقوية شبكات مياه في كهرباء الشارقة. كشف الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة وكهرباء ومياه الشارقة عن انتهاء الهيئة من تنفيذ عدد من المشروعات خطوط مياه الجديدة وعن ملامح خطتها لهذا العام لتقوية شبكات المياه وزيادة طاقتها الاستيعابية. وقال الليم في حديث خاص لوكالة الأنباء الإماراتية وام أن العمل مستمر في تنفيذ مشروع خط مياه بين مذهب وواحة الصجعة بطول 5 كيلومترات وباستخدام نوعية جديدة من الأنابيب الكربون ستيل المطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية والبيئية العملية والتي تستمر لفترة طويلة. طبعا مريم دائما خلينا نقول حكومة الشارقة بشكل عام تعمل دائما على تطوير خلينا نقول المشروعات التي تكون في الإمارة في كل المجالات. نشهد يعني تطور، يعني يوم بعد يوم نشاهد تطور في إمارة الشارقة وبتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة. الحمد لله احنا في إمارة الشارقة خلينا نقول دائما نشهد ونلحظ والتطور ملموس في الإمارة. أكيد. نعم طبعا هذا الخبر الأول مشاهدينا الكرام. عندنا خبر طبعا الرياضة لابد أن تكون حاضرة في هذا الصباح. منتخب الإمارات وصيف كأس آسيا لكرة الشاطئية. حل منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم للشاطئية وصيفا في كأس آسيا للشاطئية بعد خسارته في المباراة النهائية من منتخب إيران بنتيجة 7 أهداف مقابل 2. وضمن منتخبنا التأهل إلى مونديال 2017 مع إيران واليابان التي احتلت المركز الثالث. هارد لك طبعا لمنتخب الإمارات للكرة الشاطئية وبالتوفيق له إن شاء الله في الاستحقاقات الخارجية القادمة بإذن الله. طبعا يعني اخترت لنا اليوم رياضة شاطئية وإحنا موجودين على شاطئ مدينة خرفكان. نعم صحيح. طبعا أيضا من الأخبار في الصحف الصباحية لهذا اليوم اخترنا خبر من صحيفة الإمارات اليوم. يقول الخبر إطلاق المركز الدولي للاتصال الحكومي في إمارة الشارقة. أعلن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام عن إطلاق المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة كمبادرة نوعية واستراتيجية جديدة للاتصال الحكومي ومؤسسة فكرية علمية معرفية بحثية متخصصة تكون مرجعا مهما في كل مجالات الاتصال الحكومي محليا وإقليميا
ودوليا. وأوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن الدورة السادسة المقبلة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي التي ستنطلق في 22 من مارس المقبل ستشهد الإطلاق الرسمي للمركز بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة وضيوف المنتدى من المسؤولين والخبراء والمختصين والمهتمين بالاتصال الحكومي من مختلف أنحاء العالم. يعني أيضا يعقوب إحنا اليوم نتكلم عن المركز الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، هذا نعم. المركز المهتم في يمكن جميع العمليات المهتمة في الاتصال ويمكن نقل المعلومات من سواء من الاتصال الحكومي من الحكومات إلى المؤسسات المجتمعية إلى أفراد المجتمع. نعم. فايضا يعني احنا يعني راح يشهد المركز انطلاق الدوره السادسه، يعني انتهت 5 دورات والان الدوره السادسه، فهناك اكيد في اهداف راح تنطلق من هذا المركز. يمكن كانت هذه اخبار الصحف لهذا اليوم. ايضا يمكن نتكلم اليوم عن الطقس يعقوب. نعم. الجو جدا جميل في هذا الصباح. صحيح. ما زلنا نشهد الاجواء الجميله، الهواء البارد شوي. نعم. ان شاء الله يعني ما ندخل على الصيف يعني من وقتها هالسنه. صحيح، يمكن فصل الشتاء ما زال مستمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونوعا ما تشهد الإمارات يعني خلنا نقول الجو بارد، لكن احنا فعليا بدينا ندخل شوي شوي خلنا نقول في فصل الصيف. انا قاعد اقنع نفسي ان ما دخلنا يعقوب. لا شوي شوي احنا ندخل في فصل الصيف، لكن جميل. ما زالت الاجواء جدا جميله، خصوصا خلنا نقول في المنطقه الشرقيه، ودائما المنطقه الشرقيه يعني مشهوره بالامطار الحمد لله رب العالمين. اكيد، لان منطقه جبليه، دائما المنطقه الجبليه تكون فيها يعني نسبه الامطار يمكن اكثر عن المناطق الاخرى. وايضا دائما المنطقه الشرقيه تتميز بجوها الجميل بالخلابه، يمكن الطبيعه الخضراء هي بحد ذاتها يكون فيها الهواء دائما متجدد، في عندنا نسيم جميل في المنطقه الشرقيه. نعم. نشوق اهالي المدن والامارات الثانيه انهم يزورونا في المنطقه الشرقيه. نعم طبعا، مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام عن الطقس يا مريم، وعن الطقس مشاهدينا الكرام، ونروح نشوف درجات الحراره المتوقعه في دوله الامارات والمنطقه الشرقيه. شاهدنا مشاهدينا الكرام درجات الحرارة المتوقعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الشرقية. مثل ما ذكرنا مريم بداية أسبوع، دائما الشخص يتحلى بالإيجابية، يتحلى بالتفاؤل والأمل. اليوم راح نتكلم عن السعادة، دائما كل إنسان يحب يوصل لمرحلة السعادة. مريم، فأنت كيف تشوفين نفسك؟ كيف ممكن أن أنت تشوفين نفسك سعيدة؟ السعادة شيء جدا مهم، أن كل إنسان يشعر بالسعادة. يعني بالنسبة لي السعادة يعني خلينا نقول بعيدا عن رضا الوالدين، يعني رضا الله ثم رضا الوالدين هذا شيء يعني فارغين منه. صحيح. لكن السعادة دائما أنا أشوف أن أكون راضية عن نفسي وأكون إنسانة مميزة وإنسانة يمكن منتجة في هذا المجتمع. نعم. فهذا بحد ذاته يعطيني الرضا في نفسي في ذاتي. جميل. فدائما السعادة يمكن، لكن يعقوب يمكن السعادة تختلف من شخص لآخر. ممكن. صحيح. في بعض الناس ممكن يشوفون السعادة ممكن تكمن في يمكن الشراء أو التسوق، بعض الناس تشوف السعادة في الأكل. نعم. بالنسبة لك يعقوب شو السعادة تكمن في شو؟ أنا طبعا السعادة خلنا نقول الأكل لابد منها، دائما أنا أحب خلنا نقول أتنوع، دائما أحب أروح آكل شيء جديد.
فهنا نوعا ما يكون شيء يعني مفرح بالنسبه يعني لي، نوع من انواع السعاده ان الناس تحب تاكل اكيد طبعا، تحس السعاده في الاكل، وخصوصا خلينا نقول انتشار المطاعم بشكل عام، لابد انك انت تروح تجرب خلينا نقول سواء الاكلات الشعبيه، الاكلات الخليجيه، الايطاليه، الفرنسيه، حتى البرازيليه. دائما انا احب انوع، ها نوع من انواع خلينا نقول السعاده، وحتى ممكن السعاده خلينا نقول في بعض الاحيان ممكن تكون تشوف مثلا عائلتك جدا سعيده بكل اريحيه. صحيح. السعاده دائما خلينا نقول او في العائله نوعا ما، كل ما كانت العائله سعيده كل ما كانت منتجه في المجتمع. أكيد. صحيح. فالسعاده لابد ان تكون حاضره في حياتنا، واحنا الحمد لله رب العالمين ديننا الحنيف يحثنا على دائما الامل والسعاده والتفاؤل، فدائما احنا ما نكون سعيدين يمكن في ممكن فتره من الفترات مريم في كل شخص يمر منها الانسان انه يشعر بعدم السعاده، لكن التفاؤل موجود، الامل موجود، يشحذ الهمه من اول وجديد. صحيح. فالسعاده لابد ان تكون جانب مهم في حياتنا. نعم. والانسان خلينا نقول في طبيعته خلينا نقول دائما يسعى للسعاده، فانا دائما اسعى للسعاده. دائما دائما كل انسان يسعى للسعاده. نعم. وايضا من الاشياء المهمه في السعاده يا عقوب ان الانسان لما ينام ينام هو مرتاح، يكون راضي عن نفسه. صحيح. خلال طيلة يعني هذه الساعات اللي قضاها يعني خلال اليوم انه يكون راضي عن نفسه عن كل شيء سواه. نعم. يكون رضا نفسه وارضى الاخرين. نعم. لكن رضا الاخرين يمكن هذا نخليه على جانب، اول شيء رضا النفس اكيد طبعا. نعم. ورضا رب العالمين. وخلنا نقول اذا مثلا ذكرتي النوم، صحيح انا انسان جدا احب النوم، يمكن هاي يكون طريقه جانب السعاده بالنسبه لي. صحيح. طبعا مشاهدينا نتمنى لكم السعاده، نتمنى ان شاء الله كل شخص يعني يطبق بعض المهام او بعض النقاط المهمه في السعاده. طبعا مشاهدينا ننتقل لفاصل قصير ومن بعدها نتابع معاكم فقرات حلقتنا لهذا اليوم، وراح نتكلم عن السعاده في الاسره وكيف ممكن الاسره تكون سعيده.